احسب التكامل من واحد الاو جوج اكس ناقص واحد للاكس دي اكس. اذا في التكامل غنستعمل المكامله بالاجزاء لانتيغراسيون بار بارتي. نذكروا بالعلاقه دونك في لانتيغراسيون بار بارتي كيكون عندنا التكامل من واحد ا لبي ديال يو في بريم دي اكس كيساوي يو في ناقص التكامل ديال U بريم V DX. إذن في الحالة اللي عندنا حنا غادي نوضعو U كتساوي هي راه U X اختصارا كنديرو U. إذن U كتساوي لنا الألان ديال X. إذن U بريم الشقاق ديال U كيساوي لنا واحد على X. وغادي نوضعو V بريم هي جوج إكس ناقص واحد. إذن هذه في بريم وإلين ديال إكس هي U. إذن الدالة الأصلية ديال جوج إكس ناقص واحد هي إكس مربع ناقص إكس. إذن غادي نطبقو العلاقة. إذن التكامل شنو غادي يساوي لنا؟ يساوي لنا U في. إذن x مربع ناقص x الألان ديال x من واحد لأ ناقص التكامل ديال U بريم في. إذن U بريم في. إذن x مربع ناقص x مضروبة في واحد على x أي x مربع ناقص x على x دي x من واحد الأ. إذن x مربع ناقص x ألان ديال x واحد أ. في التكامل كيمكن لي هنا نفكك عندنا x مربع على x هي x ناقص واحد دي ديال x. إذن من واحد الأ. إذن عندنا x مربع ناقص x ln ديال x من واحد لأ. الدالة الأصلية ديال x ناقص واحد هي x مربع على جوج ناقص x من واحد لأ. كدي نعوضو دابا x. إذن عندنا e مربع ناقص e ln ديال e ناقص واحد ناقص واحد ديال كتعطينا صفر والالين ديال واحد هي صفر. اذا ناقص اذا هنا كنديروا الاقواس باش ما نغلطوش في الاشارات. كنعوضوا اكس اكس ب او. اذا عندنا او مربع على جوج ناقص او. وكنعوضوا الاكس بالواحد اي ناقص واحد على جوج. إذن هنا نديرو أقواس ناقص واحد على جوج ناقص واحد. إذن غادي نحاولو نحسبو هاد التعبير هذا. إذن عندنا إلين ديال أو هي واحد تيبقى لي هنا أو مربع ناقص أو. أو مربع على جوج إذن كنحيدو الأقواس أو مربع على جوج زائد أو. واحد على جوج ناقص واحد هي ناقص واحد على جوج مع الناقص هي زائد واحد على جوج مع الناقص اللي على برا هي ناقص واحد على جوج. إذن عندنا ناقص أو مشات مع أو. عندنا أو مربع ناقص أو مربع على جوج هي أو مربع على جوج ناقص واحد على جوج.